الورشه اتعلمت ازاي ان انا اكتشف طبقات معينه في صوتي ما كنتش بستعملها خالص، وازاي ان انا بقى غير اكتشاف طبقات الصوت اعرف امثل. والتمثيل بالصوت ده اصعب من التمثيل العادي، لان التمثيل العادي بيبقى فيه بادي لانجوج وفيه فاكس وفيه اضاءه وفيه موسيقى وفيه حاجات كتير، لكن التمثيل بالصوت احنا بنعتمد بس على ادائنا الصوتي. فاستاذ تامر عمل لنا فويس كوتشنج حلو قوي، ان احنا ازاي نعمل اداء معين وفي نفس الوقت نكتشف طبقات جديده في صوتنا، او طبقات مش جديده، هي طبقات موجوده بس احنا ما بنستعملهاش. الورشه افادتني ان انا اعمل بقى حكايه التمثيل والشخصيات الكرتونيه، ده انا ده البعيد خالص عن مجال شغلي، فده اللي انا حبيت ان انا اتعلمه واحاول ان انا اروح بقى الاستوديو واجرب.